السلام عليكم زبائننا الكرام، يا رب الفرح دوم يكون من زواركم والحزن عمره ما يمر داركم. وياكم زين الاماني وجايب لكم اليوم الزين الزين، ويلا نبلش. اهلا بكم في الاماني تك. اليوم عندنا مراجعه عن جهاز الاونر اكس 7، ونبديها وياكم بنقاط القوه واللي هو طبعا المعالج. معالج جهاز سناب دراجون 680 ومعماريته 6 نانو، وهيك معالج معمارية راح ينطيك سلاسة بالأداء وثباتية عالية مقارنة بسعره اللي يعتبر منخفض. ولا ننسى رام 4 جيجا بايت والذاكرة 128، بالإضافة لخاصية رام تيرمو اللي توفر لك 2 جيجا بايت إضافية، بعد يصير عندك رام 6 جيجا بايت، وأيضا توفر نسخة برام 6 جيجا بايت مع خاصية رام تيرمو راح يصير عندك 8 جيجا بايت. وما ننسى أكيد أداء بالألعاب، بالنسبة للعبة ببجي راح ينطيك 30 FPS، ولعبة Call of Duty راح يعطيك 60 FPS، واللي يساعد بالألعاب طبعا هي الشاشة. حجم الشاشة هو 6.7 إنج، يعني حتى أكبر من شاشة الآيفون 13 برو ماكس. تردد الشاشة 90 هرتز مع ريزولوشن HD+. وبالنسبة لساعة البطارية هي 5000 ملي أمبير، يعني براحة راح يعطيك أداء لمدة يوم كامل حتى مع الاستخدام القوي. أيضا جمع الجهاز شاحن يدعم الشحن السريع بقدرة 22.5 واط. وسخنا ننتقل للكاميرا. كاميرا الجهاز الرئيسية هي 48 ميجا بكسل، تعطيك دقة بالصور مع العزل، مع إمكانية التعديل على الألوان من داخل الاستوديو. أيضا بالإضافة إلى 3 عدسات، عدسة الألترا وايد بدقة 5 ميجا بكسل، وعدسة الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وعدسة الدبت أيضا بدقة 2 ميجا بكسل. أما دقة كاميرا السيلفي هي 8 ميجا بكسل. كاميرا الجهاز تجي مدمجة مع زر الباور، وسرعة استجابتها جدا عالية. أيضا الجهاز يدعم خدمات جوجل، ويجي الجهاز بضمان شركة الأماني 18 شهر. وتقدرون تطلبون الجهاز من سوق الأماني الإلكتروني، راح يوصل لك وين ما كنت، أو تزورون الشركة في محافظة كربلاء حي البلدية قرب دارة الإطفاء. ولا تنسون تكتبون لنا بالتعليقات عن أي جهاز تحبون المراجعة القادمة تكون، وأنا راح أتابع كل تعليقاتكم. مع السلامة.